بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم منوريني في قناتي ياسمنة اليوتيوب. طبعا كتير مننا ومن محبي الفنانة هالة صدقي بيحبوا يعرفوا اخر اخبارها، والنهاردة معانا في الفيديو هنتعرف على اخر اخبارها واخر تطورات الوضع في قضية انكار النسب اللي رفعها عليها زوجها سامح سامي. الحقيقة موقفها هيكون مفاجأة لناس كتير، لكن بالنسبة لي كنت متوقعة ان ده هيحصل، وده لاني بثق جدا في الفنانة هالة صدقي. وقبل ما نعرف اخر تطورات الوضع هنتابع مع بعض الاول اخبار الفنانه هالة صدقي اخر اخبارها، وبعدين نكمل مع بعض ايه اللي حصل في قضيتها. التقت الفنانه الجميله هالة صدقي صدفه مع المطرب مصطفى حجاج، وده كان وسط مياه البحر في الاسكندريه. يعني هالة دلوقتي في الاسكندريه، حيث نشرت عبر حسابها على الانستجرام صورة ليها مع مصطفى حجاج وصاحبتها بتعليق: كل يوم لازم انزل اتمرن واعوم وممكن الاقي سمك، لكن المرة دي لقيت مصطفى حجاج ولقيته منعنع يا منعنع. هلا طبعا بتقول الكلام ده مزحة، طول عمرها دمها خفيف. نرجع نكمل كلامنا. مش بس كده، هلا في فيديو اخر نشرته عبر حسابها على الانستجرام روجت لمحافظة الاسكندرية، حيث ظهرت في احدى شرفات المباني المطلة على بحر الاسكندرية وقالت: اسكندرية ماريا، ترابها زعفران، اجمل مكان في الدنيا الاسكندرية. طب وتسمعوا مني ليه؟ ما تيجوا نسمع من هالة. اسكندرية ماريا وترابها زعفران، اجمل مكان في الدنيا اسكندرية. ايه رأيكم؟ رأينا ايه بس يا هالة، كلامك جميل ودمك خفيف وكلامك دايما سكر. ودلوقتي جماعتنا هنتكلم على اخر تطورات قضية انكار النسب. طبعا كلنا عارفين موضوع هالة صدقي مع زوجها وازمتها في قضية انكار النسب، حيث اكدت لنا هالة في وقت سابق انها لن تتوقف ابدا في الدفاع عن سمعة اولادها ايا كانت هذه النتائج، وده بعد التصريحات اللي ادلى بيها زوجها المحامي سامح سامي، والذي شكك في ان الفنانة هالة صدقي ليست اما لاطفاله وانها استخدمت بويضات تلقيح من ام تانية. اما عن الجديد في القضية والمفاجأة، تراجع سامح سامي عن موقفه، تواصل مع الكثير من اصدقائها للتصالح معها، لكن كان رد الفنانة هالة صدقي ان هي رفضت، وقالت هالة: كلم ناس كتير علشان يتصالح بعد التصريح ده، وقال لهم انه مستعد يرجع من امريكا مخصوص يقعد معاها 5 دقايق بس وخلاله ما ينتهي الامر. وكملت كلامها وقالت: لانه مفكر ان انا هنهار لما اقعد معاه، وده مش هيحصل ابدا. وفي خلال حوار مفتوح مع الفنانة هالة صدقي من خلال تلفزيون اليوم السابع اللي اجرته مع الزميل محمد محسوب، تحدثت هالة عن ازمة زواجها كاملة وعن اسباب المشاكل بينها وبين زوجها، وردت على كل ما يقال عليها، وكذلك تحدثت عن الإجراءات اللي هتتخذها هالة الفترة المقبلة. هالة أكدت من خلال هذا الحوار إن هي بترفض التفاوض للتصالح، مشددة على ضرورة وجود جانب قانوني يفصل في الموضوع لأنه يتعلق بسمعة وشرف. وذكرت هالة إن زوجها سافر لأمريكا وتركهم منذ سنوات، وده بعد الثورة، وقال إن أمريكا أفضل من مصر وأمان، ورفض يرجع يعيش في مصر. وشددت كمان على ان محامي زوجها سامح سامي انسحب من القضية لانه لا يمتلك ما يرد به على اي تصريحات ادلت بها هالة مؤخرا ضد زوجها، وقالت: ما عندوش اي حرف واحد يثبت عكس كلامي، ورد على تصريحات جوزي بخصوص الدي ان ايه هتكون في المحكمة، وهتقدم ببلاغ للنائب العام ضد التصريحات دي لانني تضررت جدا انا واولادي من الموضوع. كمان قالت هالة: تصريحات زوجي مجرد شوشرة بسبب قضية النفقة اللي قمت برفعها عليه، وحكم فيها ب 12000 جنيه يدفعهم شهريا لأولاده التوأم سام ومريم. كمان قالت: زوجي قبل تصريحاته بشهر طلب من المحكمة يعرف حسابات ولادنا في البنوك، وده لأن أمي كانت قايلة لي إنها حطت فلوس في حساباتهم، وبحكم إن هو الأب الشرعي رفع قضية عايز يعرف حجم الفلوس علشان يسحبها. وأوضحت هالة وقالت إن المحكمة رفضت طلبه، وقامت جدتهما بنقل الأموال باسم خالهم، وذكرت ان هو امين وسيرد لهما كل الاموال في المستقبل. كما اضافت هالة: جوزي لما حاول نقل الفلوس باسمه وفشل، فكر في حاجه يهرب بيها من حكم النفقه، فاتكلم عن موضوع الدي ان ايه، وقالت ان هو اتوقع ان انا ارفض اعمله، لكن فوجئ ان انا موافقه.
كما كشفت ان الكنيسه المصريه بتجري تحاليل المقبلين على الزواج للاطمئنان على قدرتهم على الانجاب، وان هي اجرت هذه التحاليل وتاكدت ان هي سليمه. وتابعت وقالت: محامي زوجي ذكر ان هو وضع فلوس بملايين لاولاده وغير كلامه بعدها، وقال انه غلبان ومش قادر يدفع فلوس النفقه للولاد، وده تناقض. وقالت كمان: جوزي نشر بوست قال فيه انه دفع 100,000 جنيه للاطفال، وده عن طريق المحكمه طبعا، وده ما حصلش. وتابعت كلامها وقالت: كل اللي صرفوا عليهم من يوم ما اتولدوا حوالي 40,000 جنيه دفعهم على مرتين في المحكمه. كمان اتكلمت هالة عن مشكله الارض اللي بينها وبين زوجها، وقالت هالة: الارض دي بتاعتها بس هي ما سجلتهاش في المحافظه، وكان في قضايا بينها وبين زوجها. قالت كمان انه جاب شهود مزورين علشان يشهدوا ان هو مالك الارض، والمفروض طبعا الشهود يعرفوني، لكن لما وقفوا قدام القاضي، القاضي سالهم: انتوا تعرفوا مدام هاله؟ فردوا وقالوا لا. فالقاضي ضحك وقال: امال انتوا جايين تشهدوا على ايه؟ وعرف ان الشهود شهود زور. وقالت كمان ان يوم القضيه وانا في المحكمه فوجئت باخويا بيقول لي في اتنين عايزين يتصوروا معاكي، فوافقت، لقيتهم الشهود، اتصورت معاهم، اتاسفوا لي كمان، وقالوا لها ان في حد قال لهم يشهدوا قدام المحكمه وهما ما يعرفوش حاجه. واضافت كمان ان جوزي عمل لاولادنا منع سفر، واولاده ما بقوش يحبوه، لدرجه ان ابنه سام غير اسمه على الفيسبوك لاسم سامو صدقي بدل من اسم والده. واضافت هاله وقالت: انا وديت ولادنا لامه قبل ما تموت، وده لانها كانت بتحبني جدا وعلاقتها بيا كويسه، وهو كان عامل مشاكل مع اهله، وعنده اخوه بقاله 4 سنين مش بيكلمه، وده بسبب مشاكله، وعلى الرغم من ده اخوه بيكلمني وبيكلم الولاد. وقالت حوارها مع جريده اليوم السابع، وقالت: مش عايزه فلوس ولا نفقه ولا عايزه احبسه علشان اولادي، ومش عايزه اي حاجه منه، وهمشي في الاجراءات القانونيه علشان تصريحاته اللي قالها، مستعده ان انا اخضع لتحليل الدي ان ايه لو النائب العام طلب ده. وبعد كل التصريحات دي اكيد الموضوع. اما تعليقي انا شخصيا، الانسان لما بيكون موقفه قوي ما بيدورش على خصمه، لكن اللي بيدور على خصمه علشان يتصالح معاه اكيد بيكون موقفه ضعيف وبيحاول ينهي الامر بسرعه، وخصوصا بعد انسحاب المحامي بتاعه صلاح السقا. وبكده طبعا اصحاب المنطق والعقل هيعرفوا الوضع ايه، وهيعرفوا ان القضيه في صالح الفنانه على صدقي، وبنقول لها مبروك مقدما. وفور اعلان الفنانه على صدقي مشكلتها مع زوجها عبر السوشيال ميديا. تخيلوا بقى شعب مصر الجميل اللي بيحب دايما يضحك ويمازح في وسط الازمات علشان يلطف الجو. هاله تلقت عروض من الزواج عبر مواقع السوشيال ميديا، هنشوف مع بعض هاله ردت وقالت ايه. هاله ردت وقالت: والله يا جماعه رب ضاره نافعه، من بعد ما تعرف ان انا منفصله وعايزه اتطلق بدات الحجوزات، والله الناس جميله وطيبه وبتطبطب على رأي حسين الجسمي، خسارة خسارة اني ضيعت 5 سنين صمت، اخلص بس يا جماعة من الجوازة اللي في ايدي وبعدين نبحث الطلبات. ونهت كلامها وقالت: بحبكم. من الجدير بالذكر ان الفنانة هالة صدقي وجهت رسالة لجمهورها من وسط البحر، وده خلال عطلتها الصيفية، حيث ظهرت في مقطع فيديو جديد وهي توجه رسالة تفاؤل وحب الى متابعيها، وده كان على انغام اغنية يا سهر الليالي للفنانة فيروز. طبعا الفيديو لقى اعجاب الالاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. الشيء اللي بيعجبني جدا في الفنانه هالة صدقي، واكيد انتوا كمان بيعجبكم، التفاؤل والمرح والضحك اللي بتواجه بيه اي ازمه. طب ما تيجوا مع بعض نشوف الفيديو. مش بس دي كانت مشاركات الفنانة هالة صدقي معانا، كمان شاركت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها على موقع الانستجرام بصورة برفقة ابنتها مريم، وذلك أثناء تواجدهما في الساحل الشمالي. الصورة نالت إعجاب جمهورها، وعلقت هالة على الصورة وقالت: أجمل حضن من أجمل بنوتة. وعلى الفور انهالت طبعا تعليقات المتابعين. علق متابع وقال: الشبه كبير جدا بينها وبين ابنتها مريم. وعلق حسين احد متابعي الفنانه هاله صدقي وقال: البنت ما شاء الله شبهك يا مدام هاله، ربي يحفظكم جميعا حضرتك والولاد. وعلق متابع تاني وقال:
الله يبارك فيكي وفي أولادك ويرزقكي دوام الصحة. وعلقت نبيلة وقالت نسخة منك زمان، ربنا يحميها. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، هل مريم فعلا تشبه لحد كبير الفنانة على صدي ولا لا؟ الفنانة على صدي كلها مرح وحيوية، هنشوفها مع بعض وهي بتزغرط وهي بترقص في خطوبة أمير شاهين أخو الفنانة إلهام شاهين على منى جاب الله. نتابع مع بعض الفيديو. بوز شلبي معاكم من حدث هسين دبي معاكم من فرح امير شاهين من حد من داخل الحدث. يا رفع راسي. نتمنى للفنانة على صدقي كل خير، نتمنى لها السعادة دايما والبسمة زي ما بتحاول ترسم البسمة على وجوه كل من حولها. وبكده نكون وصلنا النهاردة لنهاية الفيديو، أتمنى إن الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو زي ما بقول لكم كل مرة، أول حاجة تخبطوا لايك، ثانيا للناس اللي أول مرة بتشرفني في القناة، ما تنساش تفعل زر الاشتراك وكمان زر الجرس، وده علشان يوصلهم أي حلقة جديدة من قناة ياسمين تي اليوتيوب. بشكر كل متابعيني والمتابعين الجدد وده علشان حسن المتابعة، وبشكر كل الناس أصحاب التعليقات الجميلة اللي بتشجعني دايما وبتدعيني علشان أقدم لكم الأحسن والأفضل. شكرا جدا لحسن الاستماع.